فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زلنا مع الموني وما زلنا مع السنن، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامه. وبشرك كتاب الإمام النذور يختم إن شاء الله غدا. السلام عليكم. فضل الله جل وعلا. يا سلام الدهود الآن. ها؟ الحمد لله، يعني الآن نقترب من النهاية، نسأل الله أن يسر لنا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه. أمين. ولي ذلك ومولاه. أمين. 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 قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. أمين. فصل. ويعفى عن يسير دم الحيض لما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها وعن سائر دماء الحيوانات الطاهرة. فأما دم الكلب والخنزير فلا يعفى عن يسيره لأن رطوبته الطاهرة من غيره لا يعفى عن شيء منها، فدمه أولى، ولأنه أصاب جسم الكلب فلم يعفى عنه كالماء إذا أصابه. وهكذا كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعف عن شيء منه لذلك. وهنا لنا نظر في أمور. الأمر الأول على مسألة دم الحيض، ودم الحيض أذى شديد جدا النجاسة، يعني الدماء، حتى لو قلنا هناك من يختلف في الدماء، الاتفاق على أن دم الحيض نجس لعموم القول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، رضي الله عنكم حبيبي حفظكم ربي. فنقول هنا، يقول الدليل الحاكم، شوف هنا الدليل الحاكم في هذا الباب، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل بريقها هكذا ثم تقصعه بظفرها، وهذا لابد أن يكون فيه أثر، لابد أن يبقى فيه الأثر. وهناك حديث ولكنه ضعيف، قال ولا يضرك الأثر، لكن الحديث لم يصح. فإذا هم يضرون مع السنة حيث دارت، فلذلك قالوا نعم كان الله في عونكم مفيدا، الحمد لله أنك عود حميد. فهنا يعني في هذا الباب دم الحيض اليسير لفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها، والأصل أنهم يحتجون بإقرار النبي، لأنه يقال أنه يبعد أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، فتكون هنا سنة تقريرية في هذا الباب. قالوا سائر دماء الحيوانات الطاهرة، والحيوان الطاهر بوله ورأسه على الرجح الصحيح أنه على الطهارة، فلذلك يعفى عن دمائه رضي الله عنكم. جزاكم الله خيرا سائر ورحمة، أحسن الله عليكم جميعا، أحسن الله عليكم. قال فأما دم الكلب والخنزير فلا يعفى عن يسيره، طبعا أنه نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وهذا قد نص عليه الشرع في الكلب، ويلحقون الخنزير بالكلب، وإن كانوا قالوا الكتاب جاء بالنص على نجاسة الخنزير أو فسقا إلا الله به، فإنه رجس بالتصريح في هذا الباب. عامة الكلب نجاسته مغلظة والخنزير يلحق به، فلا يعفى عن يسيره. وطبعا هنا التعليل، هنا الكلام على التعليل، كان الله في عونك، علمنا انك كنت مريض حفظكم ربي. التعليل هنا قال في تعليله لذلك، قال ان رطوبته الطاهره من غيره لا يعفى عن شيء منها، يعني الرطوبه الطاهره لا يعفى عن عمن لم يرد فيه الدليل على النجاسة المغلظة. فإذا إن كان بالدم، والدم على النجاسة، فدمه من باب أولى. وعلل التعليل الثاني أنه أصاب جسم الكلب فلم يعفى عنه. ولأن جسم الكلب نجس كالماء الذي إذا أصابه، وهذا كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعف عن شيء منه لذلك. يقول بأنه يعني أمين مس جسد الكلب، وجسد الكلب نجس،
فلا يعفى عن يسيري. ومسله بالماء الذي إذا أصابه نجاسة فإنه لا يعفى عن يسيره إن كان قليلا ولم يبلغ القلتين. هذا كله تقديرات في معرفة الإلحاقات التي يعلل بها المصنف. قال فصل: ودم ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيف والذباب ونحوه فيه روايتان، إحداهما أنه طاهر، وممن رخص في دم البراغيف عطاء وطاووس والحسن والشعبي والحاكم وحبيب بن أبي ثابت وحماد والشافعي وإسحاق رحمهم الله، ولأنه لو كان نجسا لنجس الماء اليسير إذا مات فيه، فإنه إذا مكث في الماء لا يسلم من خروج فضلة منه فيه، ولأنه ليس بدم المسفوح، وإنما حرم الله الدم المسفوح. يعني يقول أن ليس في الدم المسفوح الذي ينهمر في هذا الباب. وعامة الحق أن يعني الدم ما لا نفس سائلة له ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الماء، قال إذا وقعت في الماء فليغمسه ثم ليشربه أو ليتناوله. فهذه دلالة، وطبعا إذا غمسه يكون ميتا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يؤثر فيه يعني نجاسة فلا يكون نجسا. وأيضا دم البراغيث لا ترى بالعين أيضا، يعني لا ترى بالطرف، فهي شيء يسير جدا. قال: والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله قال: في دم البراغيف إذا كثر إني لأفزع منه. وقال النخعي رحمه الله: اغسل ما استطعت. وقال مالك: في دم البراغيف إذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل. قال: والأول أظهر. وقول أحمد: إني لأفزع منه ليس بصريح في نجاسته. وهذا صحيح أنه لم يقل بأنه نجس، وكل هذا يدور حول قول أحمد. والأول طبعا أظهر، ليش؟ لأن الحديث عندنا الأثر موجود، وأيضا القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير في هذا الباب، ولأن هذا يشق الاحتراز عنه، البق والقمل وغير ذلك يشق الاحتراز عنه، لذلك يعفى عن يسيره. قال: وقول أحمد: إني لأفزع منه ليس بصريح في نجاسته، وإنما هو دليل في توقفه فيه، وليس المنسوب إلى البراغيف دم، إنما هو بولها في الظاهر، وبول هذه الحشرات ليس بنجس، والله أعلم. نعم، هو بيقول المنسوب لدم البراغيف إنما هو بولها في الظاهر، كما قلنا في الحالتين، حتى لو كان الدم لا يرى وهو يسير يعفى عنه. وقال أبو وليس بنجس، لأنه إحنا بنقول أنه أقرب ما يكون أنه نفس، يعني دم ما لا نفس له سائلة، وعندنا الأصل في ذلك هو حديث الذباب، هذا أصل في الباب. نعم، شو معنى أن نقول أن ما لا نفس له سائلة كله بوله كله طاهر، كله طاهر ودمه كله طاهر حيا وميتا، كله طاهر كله طاهر. وما أنا قلت لك الأصل أصيل عندنا ضابط هنا وهو حديث الذباب. وقال أبو الخطاب: دم السمك طاهر، لأن إباحته لا تقف على سفحه، ولو كان نيسا لوقفت الإباحة على إراقته بالذبح كحيوان البر، ولأنه إذا ترك استحال فصار ماء. وقال أبو ثور هنا في هذا الباب على مسألة السمك اتفاق، حصل الإجماع على طهارة دم السمك، وهذا الذي تمسك به من قال بطهارة الدم، قالوا ما الفارق في هذا الباب، فقالوا بطهارة السمك على الاتفاق، وأيضا هم قالوا لأنه إذا استحال ماء، لكن هذا أيضا في الكلام على أن الاستحالة تؤثر، والحق أن الاستحالة لا تؤثر، استحالة عند الشافعية والحنابلة لا تؤثر، المعنى أن النجس إذا استحيل وغير الاسم فإنه يبقى على نجسته، الخنزير إذا صار ملحا يكون ملحا نجسا، هذا عند الشافعية وعند الحنابلة. وقال أبو ثور رحمه الله: هو نجس لأنه دم مسفوح، فيدخل في عموم قوله تعالى: أو دما مسفوحا. طبعا هنا الحق أنه يعني بالنسبة للسمك هذا مخالف اتفاق الأمة على طهارة السمك، فلو قلنا بالاحتجاج بقوله تعالى: أو دما مسفوحا، نقول إلا السمك،
والدلاله ذلك ايضا في قول النبي حلت لنا ميتتان ودمان، فالاستثناء وارد. لا تصبح دمه اصلا، لا يصبح دمه اصلا بالنسبه السمك. السمك على الاستحاله انه يستحيل الماء، لكن الاصل ان دم السمك على الطهاره وليس ينزل تحت عموم او دم مسفوح. قال فصل: واختلفت الروايه في العفو عن يسير القيء، فروي عن احمد رحمه الله انه قال: هو عندي بمنزله الدم، وذلك لانه خارج من الانسان نجس من غير السبيل فاشبه الدم. وروي عنه رحمه الله في المذي انه قال: يغسل ماء. نقف هنا بالنسبه للقيء. الحق القيء يعني لا تظهر نجاسه دلاله على نجاسه القيء، لا تظهر دلاله على ذلك. ولذلك هو بيقول الإمام بيقول هو عندي بمنزلة الدم، يعني الصحيح أنه يعفى عن يسيري ويشق على الإنسان الاحتراز منه، وذلك أنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل. والحق أن القيء ليس بنجس. مستحيل أو غير مستحيل؟ هو ما الكلام على مسألة تحت المعدة وفوق المعدة في هذا الباب، فالكلام على نجاسته فيه نظر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ أو الرواية قاء فتوضأ لا يدل على أنه ناقض الوضوء، ولا يدل أيضا على النجاسة، يعني ما في الدلالة ليست واضحة على نجاسته. وعامة أحمد يقول بأنه بمنزلة الدم يكون من نجاسة الدم، وأنه يعفى عنه لأنه يشق الاحتراز عنه. مسألة استحالة القيء أو غير استحالة القيء، ضالتها الناس في معدة الرواق معدة، ضالتها إيه؟ هو يعرف وجود نعم تحول، لأنه في عندما ينزل من الحلقوم فهو على إيش؟ على أصله، وعلى أصله هو الطعام، لكن المعدة هنا الجسد يكتسب كل ما يستفيده، والاستحالة هنا يستحيله إلى النجاسة، لأنه صار في محل الإخراج. بس لو صار في محل الإخراج لم يخرج. يبقى إذا كما قلت القيء ليس بنفس. القيء لا يخرج إلا من المعدة عزك الله. يبقى انتهى. يبقى إذا ما استحال. يبقى إذا ما استحال. ويبقى إذا على ما قلنا بأنه ليس بإيش؟ ليس بنفس. قال: وروي عنه رحمه الله في المذي أنه قال: يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرا. وروى الخلال رحمه الله بإسناده قال: سئل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار رحمهم الله عن المذي يخرج، فكلهم قال: إنه بمنزلة القرحة، فما علمت منه فاغسله، وما غلبك منه فدعه، ولأنه يخرج من الشباب كثيرا فيشق التحرز منه فعفي عن يسيره كالدم. وهذا فيه نظر. وكذلك هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل علي بن أبي طالب سأله المقداد، وسأله عمار، وسأله أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أحسن الله عليكم جميعا، سأله عن المذي فقال: منه الوضوء، وقال: اغسل ذكرك ومذاكيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اغسل ذكرك ومذاكيرك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. حق أن تساهل سعيد بن المسيب وتساهل عروة وأيضا أحمد أيضا له رواية بأن المذي طاهر ليس بنجس. سعيد المسيب قال: لو سال على فخذي ما تبعت بصري، لو سال على فخذي ما تبعت بصري. فهم يرونه على أساس أنه على الطهارة ليس على النجاسة، وزي قالوا بمنزلة القرحة. والصحيح في ذلك أنه يجب غسله، ويجب غسل الموضع، ويجب غسل الذكر، ويستحب غسل المذاكير، ولأن الأمر جاء بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك ومذاكيرك. فصحيح بأن المذي أيضا يعني لا بد من غسله. وهل يعني يعفى عن يسيره؟ هو كباقي النجاسات، هو كالبول، فلا يعفى عن يسيره، ولأنه كما قلت هم لما قالوا بالعفو عن يسيره هم يرونه طاهرا ليس نجسا. قالوا: لأنه يخرج من الشباب كثيرا فشق التحرز منه فعفي عن يسيره كالدم، وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته. المني طاهر، صحيح أن المني طاهر مستقذر، لكن المني طاهر على راجح عند الحنابلة وعند الشافعية. هو يقول أيضا المني يعفى عن يسيره، لما؟ أي وجه الحق؟
الحق أنه الآن هو بيقول حتى المزي بيقول أنه يكثر في الشباب. المني أيضا لا يكثر، لا يكثر في شباب ولا في غيره إلا بدواعيه في هذا الباب. فإذا قال إذا كان نجسي أيضا يعفى عن يسيري، الأصل عنده مشقة الاحتراز منه، ولكن المزي كما قلنا لابد أن يغسل. قال وروي عنه رحمه الله في الودي مثل ذلك، إلا أن الظاهر عنه أن حكمه حكم البول لأنه من مخرجه. وهذا صحيح، الودي غير المزي، الودي هو الرقيق والودي يخرج من مخرج البول، لذلك أخذ حكمه. فإذا نقول لا يعفى عن يسيري، صحيح أنه يعني اتحاد المخرج في هذا الباب مع تقارب الصفات تجعل الحكم متقارب. فإذا قلنا لا يعفى عن يسير البول، إذن لا يعفى عن يسير الودي أيضا في هذا الباب. قال وروي عن أحمد رحمه الله أيضا أنه يعفى عن ريق البغل والحمار أعزكم الله. قال وعرقهما إذا كان يسيرا، وهو الظاهر عن أحمد رحمه الله. قال الخلال رحمه الله وعليه مذهب أبي عبد الله أنه يشق التحرز منه. قال أحمد رحمه الله من يسلم من هذا من يركب الحمير، إلا أني أرجو أن يكون ما خف منه أسهل. الأصل عندنا أن النبي ركب الحمير، ولم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم احترز أو غسل أو فعل مثل ذلك. فركوب الحمير لا تؤثر، عرق الحمير وريق البغل في هذا كما قال الإمام أحمد يشق التحرز منه فيسهل بعد ذلك ويعفى عن يسيره. قال القاضي رحمه الله وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم سوى الكلب والخنزير، وكذلك الحكم في أبوالها وأروافها وبول الخفاش. قال الشعبي والحاكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت رحمهم الله لا بأس ببول الخفافيش، وكذلك الخفاش لأنه يشق التحرز منه، فإنه في المساجد يكثر، فلو لم يعف عن يسيره لم يقر في المساجد. وكذلك بول ما يؤكل لحم طبعا الخفافيش وغيره. هو المسألة هنا قال الضابط عندنا ضابط كامل، وهو مسألة إذا شق التحرز عنه فإنه يعفى عن يسيره، لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع وشريعتنا شريعة التيسير. وأيضا هنا في هذا الباب مسألة بول الخفافيش وغيرها ولأنها تكثر في المساجد قالوا يعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز عنه. نعم نعم. يتكلم على منطقة معينة سيدنا، يعني الخفافيش يكثر هو بيتكلم على زمانه، أما الآن أصلا حق المسألة مفترضة، الآن المسألة مفترضة، لكن هو إحنا نتكلم على الأيسر من ذلك، هو كل ما أكل اللحم في هذا الباب بول عراس فأنها على الطهارة، فلا تدخل في باب النجاسة. الخفاش غير ما أكل لحم، فقد يكون على النجاسة هو الأصل في هذا الباب، لكنه بيقول أنه كان بيكثر في المساجد، يكثر جدا في المساجد، الآن غير موجود، صارت مسألة افتراضية عندنا في واقعنا المعاصر. لكن نحن ناخده بنتكلم على القاعدة العامة، القاعدة العامة أن كل ما يشق الاحتراز عنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. قال وكذلك بول ما يؤكل لحمه إن قلنا بنجاسته، لأنه يشق التحرز منه لكثرته. وعن أحمد رحمه الله لا يعفى عن يسير شيء من ذلك، لأن الأصل ألا يعفى عن شيء من النجاسة خولف في الدم وما تولد منه فيبقى فيما عداه على الأصل. أولا نقول ما بول ما يؤكل لحمه أنه على الطهار وليس على النجاسة، وأيضا رواية أحمد يعني أنه على الطهار، والصحيح أنه على الطهار. فإن قلنا بالنجاسة فإنه يشق التحرز منه لكثرته، لما؟ لأنه ما يؤكل لحمه لابد أن أنيسا، ما يؤكل لحمه أكيد سواء الإبل سواء الغنم سواء الدجاج، يعني هم حول الإنسان فيشق التحرز منه إذا قلنا من النجاسة. وصحيح الحمد لله أنها على الطهارة، فلا يلزم التحرز ولا يلزم أيضا الغسل. أما بالنسبة لمسألة النجاسة قلنا كل نجاسة لا يعفى عنها سوى الدم لمشقة الاحتراز منه ولتنوعه وكثرته. قال ما تولد منه يعني يقصد ذلك القيح والقرح وغير ذلك من الصديد، أنه كان متولد من الدم كما قال، فيعفى عن يسيره أيضا ويقصد حكمه. قال فصل وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع.
أحدها محل الاستنجاء فعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه. قال: واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة رحمهم الله إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، فإنه قال في المستجمر: يعرق في سراويله لا بأس به ولو كان نجسا لنجسه. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة: إنهما لا يطهران. مفهومه أن غيرهما يطهر، ولأنه معنى يزيل حكم النجاسة فيزيلها كالماء. وقال هنا الكلام على مسألة النجاسات المغلظة، يعني يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها في ثلاث مواضع. الموضع الأول محل الاستنجاء. محل الاستنجاء الخلاف فيه هو هل يبقى نجسا أم يبقى على الطهارة. الظاهر الاستجمار يعني يزيل العين، لا يزيل الأثر، لكن بإزالة العين حتى بقى الأثر يكون هنا على الطهارة أم على النجاسة. الرواية وإن كان الصحيح الظاهر من كلام الإمام أحمد على أنه على الطهارة ولو كان نجسا لنجسه، ولأن النبي قال في الروث والرمة لما قال يعني إنها رجس ابغيني حجرا ثالثا، قال إنهما لا يطهران، إذن غيرهما يطهران. فالكلام هنا معناه أنه يطهر، يبقى إذن لا يستبقي نجاسة. المعنى لا يخلف خلفه نجاسة، لأنه قال إذا قال أنه يطهر يبقى إذن لا يبقي أثرا نجسا، ولأنه معنى يزيل حكم النجاسة فيزيلها كالماء. وإن كان الحق أن هناك فارق بينه وبين الماء، لأنه الحجر إذا تنجس لا يجوز استعماله، والماء إذا تنجس يطهر بالمكثرة ثم بعد ذلك يجوز استعماله. ثم قال ألا يقال سيدنا أن هذا معفو عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطهران يعني تحت استطار حكمه، وإذا انتقل من هذا الموضع الموضع آخر في الجسد فإنه يأخذ حكم النجاسة بدلالة حديث إذا سيقظ أحدكم. هو سيقظ أحدكم مش الانتقال، هي المسألة كلها أنه اليد تعبت في ذلك مش الانتقال في الموضع. فالحاصل هو إحنا ممكن نقول بأنه يعني الأثر اتفق لما أنه في أثر على النجاسة، لكن مسألة أن يحكم بالطهارة هو النظر في هذا الباب، أن يحكم بالطهارة هو الأقرب، أن يحكم بالطهارة هو الأقرب. وإلا بعضهم يقول بأنه يعني إن كان يستجمر وهو على ثيابه أو جلس في ماء فإنه ينجس هذا الماء، يعني هذا ليس بظاهر، هذا ليس بظاهر، والشرع اعتد بطهارته، والشرع اعتد أيضا بمسألة الاستجمار. قد نقول بأن كلام الشافعي في هذا يظهر أن الأثر قد يحوي نجاسة، وارد في هذا الباب، ولكننا نحكم بطهارة المحل ونحكم بطهارة الثوب، ولو لم نحكم بطهارة المحل وطهارة الثوب فإن الصلاة تبطل بذلك، ويكون فيها وحقا يكون فيها المشقة. فإننا نحكم بطهارة المحل وطهارة الثوب، وإن كان في حقيقة الأمر أنه يمكن أن يكون أثر النجاسة متواجد. وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل بل هو نجس، فلو قعد المستجمر في ماء يسير النجاسة، ولو عرق كان عرقه نجسا، لأن المسح لا يزيل أجزاء النجاسة، لا يزيل أجزاء النجاسة كلها. كلها لا بدل من كل من أجزاء. فالباقي منها نجس لأنه عين، لأنه عين النجاسة، فأشبه ما لو وجد في المحل وحده. نعم، من هنا الآن بين أنه الأثر موجود والأثر نجس فتكون فيه نجاسة. قال الثاني: أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة، ففيه ثلاثة روايات. إحداهن يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه، هو قول الأوزاعي وإسحاق رحمهم الله، لما روى أبو داود رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا وطأ أحدكم الأذى بخفه بخفيه فطهورهما التراب. وفي لفظ إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له طهور. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله قذرا أو قال أذى فليمسحه وليصلي فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ رواهما أبو داود رحمه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم. قال أبو مسلمة سعيد بن يزيد رحمه الله سألت أنس بن مالك رحمه الله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال متفق عليه. قال والظاهر أن النعل لا تخلو من نجاسة تصيبها، فلو لم يجزئ دلقها لم تصح الصلاة فيها. هنا نتكلم على مسألة أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة. الجماهير يرون في التفريق في إصابة النعل النجاسة إن كان رطبا أو كان يابسا، وإن كان رطبا واجب عليه أن يتركه يابسا حتى يدلكه في الأرض فينفعه بذلك، فالدلك يطهره. وهناك روايات ثلاثة منه يجزئ دلك بالأرض وتباح الصلاة فيه، وهذا يستند إلى الآثار، لأن النبي قال إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وفي لفظ إذا وطئ أحدكم بنعل الأذى فإن التراب له طهور. وأيضا أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الإسدان وأنها أنه لو كان تحت الكعبين تظهر الأرجل النساء، فقال يلخين شبرا، قالت إذن تظهر الصف، فقال يلخين ذراعا ولا يزدنا. وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو وطأت الأذى فما بعده يطهر ما قبله، لكن العلماء حملوه على اليابس، ما حملوه على الرطب، لأن الرطب ينتشي ينتشر، فحملوه على اليابس في هذا الباب. والدلك هنا نافع عندهم أيضا على اليابس، فقال لو كانت النجاسة رطبة فإنه يفترش، فإنه يبقى حتى ييبس فيدلكه فينفعه الدلك في هذا الباب. لكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الأمر، عمم، قال فلينظر فإن رأى في نعلي قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهم، وهذا عمم في إن كان رطبا أو إن كان، والأصل التعميم يعني أن يؤخذ بالتعميم الأصل، العام يبقى العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وأما عن ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني لأن النبي أصحابه كانوا يصلون في نعليهم. ولما سئل أنس كان يصلي في نعلي لكن الكلام ولما النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه؟ قلنا لأنه ما دلكه، الحق أنه ما دلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه جبريل فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أصلا النزع ما كان للنجاسة، هو قال فيه أذى، والأذى يقع على النجاسة وعلى غير النجاسة. قال والثانية يجب غسله كسائر النجاسات، فإن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة. فالثانية قال يجب غسله، هذا مخالف للأثر، والأثر أتبع وأوجب، والسنة ألزم. وإن قالوا بأنه يعني هو الآن أصابته النجاسة فغسله واجب، لأن النجاسات الأصل فيها الغسل. قلنا النبي تكلم على النعل بأنه بالدلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن التراب له طهور، وأمر بالدلك، قال فليمسح وليصلي فيهما، والسنة أتبع والسنة ألزم، وهذا تخصيص، من تعميم. التأصيل العام أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، والصحيح أن نقول إلا في حالة النعل ودلك النعل. قال والثالثة يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما لتغلظ نجاستهما وفحشهما، والأول أولى لأن اتباع الأثر واجب. هو هذا، السنة أتبع والسنة ألزم، وجاءت عن النبي وما جاء النبي لا مجال للنظر مع وجود الأثر، قال والأول أولى لأن اتباع الأثر واجب، فإن قيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه إن فيهما قذرا يدل على أنه لم يجز دلكهما ولم يزل القذر منهما ولم يزل
ولم يزل القدر منهما. قلنا لا دلالة في ذلك في هذا لأنه لم ينقل أنه دلكهما، والظاهر أنه لم يدلكهما لأنه لم يعلم بالقدر فيهما حتى أخبره جبريل عليه السلام. نعم. إذا ثبت هذا فإن دلكهما يطهرهما في قول ابن أبي في قول ابن حامد لظاهر الأخبار، وقال غيره يعفى عنه مع بقاء نجاسته كقولهم في أثر النجاسة. وقالوا يعفى عنه مع بقاء النجاسة كقولهم في أثر النجاسة في أثر الاستنجاء. والصحيح أن الدلك يطهره لأن النبي قال فإن التراب له طهور، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه يطهره. وكما قلت نحن ندور مع 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 مع, مع الآثار حيث دار. وقال القاضي رحمه الله إنما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما لأنه لا يبقى لهما أثر، وإن دلكهما قبل جفافهما لم يجزه ذلك لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها، وظاهر الأخبار لا يفرق بين رطب ولا جاف. وهذا كلام جميل جدا. هو يقولون هناك فارق بين اليابس وبين رطب، الرطب يتفشى. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، والشارع أولى وهو أعلم. فلذلك عندما وجدنا أن الدليل جاء على عمومه يبقى على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، والنظر لا يخصص إلا إذا كان سالما من المعارضة. فلذلك هنا كلام ابن قدامة كلام يعني عظيم جدا، وهو يقول بأن ظاهر الأخبار جاءت على التعميم لا تفرق بين رطب وجاف. فإذا يصح أن نقول سواء كان رطبا أو جافا الدلك يطهر. وظاهر الأخبار لا يفرق بين رطب ولا جاف، ولأنه محل اجتزئ فيه بالمسح فجاز في حال رطوبة في حال رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء، ولأن رطوبة المحل معفون عنها إذا جفت قبل الدلك فيعفى عنها إذا جفت به كالاستجمار. نعم. قال الثالث إذا جبر عنه هو طبعا بس هنا ولو محل جاز فيه بالمسح فجاز في حال رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء، لأنه قال يطهران. نعم. يعني غيرهما يطهران، فحكم بالطهارة. ورطوبة المحل معفوا عنها إذا جفت قبل الدلك فيعفى عنها إذا جفت به كالاستجمار. نعم. وهذا معناه أن الأثر معفو عنه في هذا البول. نجس البول حل الاستنجاء كان نجس في الحذاء. كان إيش؟ كان نجس في الحذاء. نعم. هو ألحق بهذا قال الرطوبة في هذا الباب. هو يقول إذا قلنا بالعفو عن ذلك فالعفو عن هذا من باب أولى، لأن النبي هنا في الاستجمار سماها طاهرة وفي الدلك أيضا سماها إيش؟ طاهرة، فيكون على الطهارة. قال الثالث إذا جبر عظمه بعظم النجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها فأشبهت دماء العروق. وقيل يلزمه لا هنا أنها تكون نجاسة باطنة، النجاسة الباطنة لا حكم لها. حتى لما نتكلم على المرأة التي تحيض لو مسحت بمنديل وجد الدم لا حكم له، الباطل لا حكم له، لابد أن يخرج في الخارج. وقيل يلزمه قلعه ما لم يخف التلف، وإن سقط سن من أسنانه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة لأنها بعضه والآدمي يعني بعض الآدمي والآدمي بجملته طاهر حيا وميتا وكذلك بعضه. وقال القاضي رحمه الله هي نجسة حكمها حكم سائر العظام النجسة لأن ما أبين من حي فهو ميت، فإنما حكم بطهارة الجملة لحرمتها، وحرمتها آكد من حرمة البعض، فلا يلزم من الحكم بطهارتها الحكم بطهارة ما دونها. ما بتكلم على السن إن قلعت ووضعها في نفس موضعها فهي جزء من نوع جزء وجزء شيء يأخذ حكمه فتكون على الطهارة، والمؤمن طاهر حي وميت، وهو يطبق في قاعدة السن ما أبين من حي فهو ميت، والحق أن ما أبين من حي هو على ميتته وميتته هي إيش؟ طاهر. نعم. هو يقول الجزء لا يأخذ حكم كله هنا، احنا قلنا بطهارته بحرمة الجملة، لكن الجزء اليسير هو يقول لو انفصلت تكون نجسة. عجيب.
لو أجزان ما تقولش برضه. قال مسألة. قال فصل: وإذا كان على الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة نجاسة فعفي عن يسيرها كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيرها بالمسح، لأن الباقي بعد المسح يسير، لأن الباقي بعد المسح يسير، وإن كثر محله عفي عنه كيسير غير. هنا يقول الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة إذا كان فيها نجاسة يعني فيعفى عن يسيرها كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيرها بالمسح، وهذا الحق بيش بالدلك، الحق على مسألة الحذاء. نعم. ولأن بعد المسح ما يكون إلا يسيرا فيشق الاحتراز عنه فيعفى عن يسيره. نقف عند هذا. أبواب النجاسات أبواب عجيبة جدا في هذا الباب. وفي أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.